هي منطقة جبلية وهي من المناطق المرتفعة في مدينة نابلس، ما يعرف بمنطقة المخفية، على قمة الجبل في الأعلى إلى شمالي هنالك ما يعرف بقمة جبل جرزيم، وإلى اليمين يقابلها قمة جبل عبال، والمدينة يعني تتربع في المنطقة، تتميز بشوارع ضيقة. تشاهد أن حتى مع عملية اعتراض المركبة لم يكن هنالك مجالا للفرار، سيما وأن هذه الشوارع ضيقة للغاية. مركبتان، واحدة من الأمام والأخرى من الخلف، اعترضت المركبة وتم إطلاق النار بصورة مباشرة صوب في هذه اللحظات. لربما ينضم إلي في هذه الأثناء أحد الشهود العيان الذين تمكننا في هذه اللحظات الوصول إليه. ايش اللي صار في الموقع؟ احنا واقفين هناك، اجت سياره الابيزه، السياره تبعت الشباب الله يرحمهم، وقفت غاد، اجوا نزلوا مره واحده قوات خاصه من الثمين كلهم. الشباب كانوا بده يطلقوا النار عليهم، ما قدروش، صوبوهم، صاروا يطخوا عليهم عن جنب طرف بصوره مباشره، بصوره مباشره نزلوا عليهم على القزاز على جنوبهم على جنب السياره، وصاروا يطخوا عليهم اطلاق نار. سياره فلسطينيه، سياره بريطانيه، وسياره كادي زي زيتي لونها، القوات الخاصه. القوات الخاصه. لربما ينضم الي احد الاشخاص في هذه اللحظات للحديث اكثر عن تفاصيل ما حدث. يبدو انك تسكن المنطقه، ايش اللي صار في المنطقه؟ الشباب كانوا ماشيين بالشارع، مشي عادي بدون اي حركات من 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 خلالهم. تفاجئوا في سيارة شتل فلسطينية خط سلفيت على ما يبدو، نزلوا منها جنود إسرائيليين فأطلقوا النار بشكل مباشر بشكل كثيف على الشباب اللي داخل السيارة. وهناك أخبار غير مؤكدة ويعني متداولة بين الشباب أنه شاب رابع تم اعتقاله من قبل الجيش. أثناء إطلاق النار خلال دقائق، دقيقة واحدة أو دقيقتين، أجت سيارة كادي أخرى ثانية مساندة للقوات الإسرائيلية التي قامت بالاغتيال الشباب الثلاثة. العملية كانت سريعة حسب ما شاهدت، سريعة بشكل مش طبيعي، خلال دقيقتين أو ثلاث كانت العملية جاهزة، منتهي وانسحب فورا انسحبوا. أنا ساكن هنا بجنبهم، يعني العمارة اللي قبالهم، انسحبوا مباشرة. الشباب طبعا ضربوا حجار على السيارة الشتل الفلسطينية اللي كانوا جوات الجيش الإسرائيلي، بس هم على السريع انسحبوا، ما استنوا نهائيا أنهم يعملوا مواجهات مع الشباب. شكرا جزيلا لك. إذن يعني كما يتضح من رواية الشهود العيان، وحقيقة الرواية التي استطعنا الوصول إليها في المنطقة، بأن جيش الاحتلال استخدم عنصر المفاجأة والتمويه باستخدام هذه المركبات. عندما يتحدث الشبان هنا في المنطقة على أن مركبة وهي تعمل خط عمومي، أي بمعنى أنها تستخدم لنقل الشبان، لا يتم تخيل في نظر أي أحد أنها لربما يتم استخدامها وأن ينزل منها قوات خاصة إسرائيلية. عنصر المفاجأة استخدمته القوات الخاصة من هذه اللحظات، ولربما تم إطلاق النار في من خلالها فور ما نزلوا، ومباشرة تم إطلاق النار بصورة مباشرة على المنطقة. حتى هذه اللحظة لا يزال عدد من الشبان يتواجدون في محيط عملية إطلاق النار، في محيط المركبة وجثامين الشهداء.